وللمزيد حول استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يني يمن صالح الجبري. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح. أهلا وسهلا. بحسب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال إن ميليشيا الحوثي تستمر في التجنيد المهاجرين الأفارقة بداية، كيف تتم عمليات التجنيد وماذا قصد الوزير أنها تجندهم بالترغيب والترهيب؟ شكرا جزيلا. ميليشيات الحوثي قبل بضعة أشهر وكما شاهد العالم ارتكبت جريمة بحق الأفارقة الذين يعني كثير منهم ساكنون مقيمون في اليمن بأمن وأمان، حتى جاءت هذه الميليشيات وفجرت ذلك المبنى بالقرب من المبنى الجوازات اليمنية وراح ضحيتها أكثر من 400 قتيل. واليوم مع الأسف ومنذ أشهر وهي تحاول بالترغيب والترهيب، بالترغيب بالمال، والأفارقة يأتون إلى اليمن للبحث عن مال، أو قد تكون اليمن منطلق للتهريب إلى دول أخرى، أو بالتهديد بالقتل. وبالتالي عندما خسر الحوثيون يعني آلاف من الأطفال وآلاف من المقاتلين الذين يزجون بهم على أبواب مدينة مأرب، تستخدم الآن الضغط على هؤلاء الأفارقة من أجل تجنيدهم بقوة السلاح أو بالترغيب بالمال، مما يضطر هؤلاء على الموافقة والنزول إلى الجبهات، والكثير منهم لا يعودون للأسف الشديد لأنهم يقتلون في جبهات القتال. فالحوثي يرتكب هذه الجريمة سواء بالقتل أو بالترغيب وعدم السمح للأفارقة بالخروج من اليمن. إذا كانت ميليشيا الحوثي تلجأ يعني لقضية تجنيد اللاجئين لتعوض خسائرها التي تحصل في المعارك الأخيرة، إذن لماذا لا تقوم إيران بدعمها بالرجال كما تقوم بدعمها بالسلاح؟ إيران لا تدعم الحوثي إلا بخبراء، وهؤلاء الخبراء قتل الكثير منهم في جبهات القتال سواء في مأرب أو في نهم أو في الجوف، وبالتالي إيران لم تقدم للشعب اليمني حتى إبرة واحدة، هي تقدم فقط السلاح والخبراء الذين كانوا يأتون عبر الطائرات التي كانت أيام ما سيطر الحوثيون على مدينة صنعاء في عام 2014. وبالتالي إيران لا تعطي الميليشيا الحوثي إلا السلاح والخبراء الذين يدربون هؤلاء الميليشيات على القتال في الجبهات المختلفة. بالحديث عن المعارك الأخيرة، الجيش الوطني والمقاومة كبدت ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة على جبهة غرب مأرب، ما أثر تلك المواقع التي تسقط على مستوى الصراع؟ لا شك أن مأرب ورجال مأرب والقبائل مع الجيش الوطني يعني أسقطوا مشروع إيران ومشروع ميليشيات الحوثي التي كانت تزعم بأنها سوف تسقط ما تبقى من هذه من مدينة مأرب أو ما تبقى من المحافظة مأرب التي هي معقل الشرعية التي ما زالت من المحافظات الشمالية. والحوثيون يخططون على إسقاط مأرب منذ شهر أغسطس من العام الماضي، وإلى الآن لم يحققوا يعني التقدم المطلوب، بل الخسائر تلو الخسائر، وأصبح الجيش الوطني الآن يحرر مناطق جديدة ويقوم هو بالهجوم على ميليشيات الحوثي، مما أربك يعني خطط ميليشيات الحوثي. نعم. وقتل الكثير في هذه الجبهات، وبالتالي هذا انعكس إيجابيا على مستوى الجيش اليمني وعلى تقدم الجيش اليمني، وكل يوم نسمع انتصارات الجيش اليمني وليس فقط مجرد الدفاع. بالكلام عن انتصارات الجيش اليمني، التحالف العربي اليوم يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة ملغمة لميليشيا الحوثي بأجواء اليمن. الملاحظ أنه مع كل هزيمة تتلقاها ميليشيا الحوثي تنقل المعركة إلى خارج الحدود، يعني ما هو تفسيركم لذلك؟ هو يريد أن ميليشيات الحوثي أن ترسل رسائل لأتباعها وأنصارها بأنهم ما زالوا أقوياء وأنهم يطلقون الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية إلى بعض المدن السعودية وإلى بعض المدن اليمنية، كما حدث يعني في كل خسارة يعني يطلقون صواريخ باليستية إلى مخيمات اللاجئين في غرب مأرب، ومما يؤدي إلى قتل الأطفال والنساء.
وقبل ايام لعلكم تابعتم يعني عندما اطلقوا يعني صواريخ وعبر طائرات مسيره على معسكر العند وقتل فيه يعني العشرات ومن الشهداء والجرحى، كل ذلك من اجل ان يرسل رسائل يعني تبعث الامل والطمانينه لدى يعني اتباعه وانصاره بعد فشله في مدينه مأرب. وكل يوم نشاهد يعني عشرات القتلى من ميليشيات الحوثي وعشرات المقابر الجديده التي ينجزها الحوثي في كثير من المدن التي ما زالت تحت سيطرتهم مع الاسف الشديد. من اسطنبول الاستاذ صالح الجبري رئيس مركز يني يمن، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا.